استعدوا للنهاية، فإنها على الأرجح صارت قريبة جداً، والشواهد على ذلك كثيرة، آخرها تلك الظاهرة الغريبة التي رصدها الكثير من الأردنيون في الساعات القليلة الماضية، والتي لم يسبق للكثيرون منهم أن شاهدوها من قبل، ما يمكن أن يكون فصلاً جديداً من فصول التغير في العالم. مقاطع فيديو وصور متداولة أثارت القلق وتسببت في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول الظاهرة الفريدة التي ظهرت في سماء الأردن، والتي ربطها البعض بما يصفه البعض بنهاية العالم. فقد شهدت في ساعات الليل حلقة منيرة بشكل استثنائي حول القمر في ظاهرة فلكية حملت دلالات علمية أثارت التساؤلات ودفعت البعض للتكهن حول طبيعتها قبل أن تخرج السلطات الرسمية وتتحدث عن ماهيتها. ووفقاً لدائرة الأرصاد الجوية، فإن هذه الظاهرة تحدث عادة في الليالي الباردة مع اكتمال القمر بدراً، وتكون دلالة على انتصاف الشهر الهجري، ويطلق على الدائرة المنيرة التي تحيط بالقمر اسم الهالة. وأكدت الدائرة أن هذه الحلقة تكون ناتجة عن انكسار وانعكاس وتشتت ضوء القمر عبر جزئيات الجليد العالقة في الغيوم الرقيقة العالية الارتفاع التي توجد في الغلاف الجوي للأرض. وتابعت الدائرة عندما يمر الضوء عبر بلورات الجليد سداسية الشكل، فإنه ينحرف بزاوية تبلغ 22 درجة، مما ينتج عنه هالة بنصف قطر مقداره 22 درجة. ويمكن أن تكون الهالة باهتة جداً أو مميزة جداً بناءً على كمية الغيوم الرقيقة أو كمية الضوء التي تمر من خلالها. وأعادت الظاهرة الجديدة إلى الأذهان ظواهر أخرى سابقة شهدتها المملكة في الشهور الماضية، ومنها حدوث ظاهرة زخات شهب الأسديات، والتي دعت الجمعية الفلكية الأردنية الجمهور إلى متابعتها، إضافة إلى ظواهر أخرى فلكية مثل رصد الكواكب وأقمارها والمجموعات النجمية والأقمار الصناعية والتعرف على معايير بواكير النهار وقياس درجة العتمة. ووفقاً للجمعية الفلكية، فإن الشهب تظهر في هذه الحالة الفلكية الممتعة عندما تمر ببعض مخلفات المذنبات والنيازك، وتدخل في الغلاف الجوي وتتفاعل مع مكوناته وتتفحم على ارتفاعات من 70 إلى 100 كيلومتر لينتج عنها الشهب. وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية إن زخات شهب الأسديات تنشط كل عام خلال الفترة ما بين 36 من نوفمبر، وتكون ذروتها في أيام شهر نوفمبر من كل عام، مشيرا إلى أنه يمكن مشاهدتها في معظم مناطق المملكة خاصة مناطق الأرياف والصحاري. أن الزخات تظهر فوق برج الأسد، خاصة فوق الثنائي النجمي جبهة الأسد، كعلامة واضحة في السماء. وللجمعية الفلكية الأردنية تاريخ طويل في رصد عواصف وزخات الشهب، وتقوم برصدها وتوثيقها من خلال مخيم الجمعية الدائم في منطقة الأزرق، الذي هو من أقدم المخيمات الفلكية في المنطقة العربية، كما أنه في شهر تشرين الثاني من عام 1999 أعلنت منظمة الشهب العالمية أن الأردن هو أفضل مكان عالمي لرصد شهب الأسديات.